عليكم ورحمة الله وبركاته، أخبارك شيخنا؟ يا شيخ، في واحد من العمل عندنا هنا يسألني، يقول جاء واحد من أصحابه قال له ادعي إن الفريق الفلاني يفوز، وإذا فاز لك مني 100 ريال. قال اليوم الثاني قابلني وأعطاني 100 ريال على أساس فريقه فاز. يقول هذا الرجل مشترك مع شركة، يعني يعطيهم مبلغ من المال، وبعد ذلك إذا ويقترح يعني يحط إنه الفريق الفلاني بيفوز، إذا فاز الفريق الفلاني يدونه يعني كمثال حط 100 ريال، يحولون له 1000 ريال. قال الآن 100 اللي أنا أخذتها هل تعتبر مال حرام؟ وإن كان حرام يقول هل بإمكاني أني أتصدق بها لرجعها لصاحبك؟ يقول ممكن، يعني كأنه أول شيء ما يبغاه يزعل. قلت له عادي رجعها، ويرجعها للشركة هو، وفهم أنه حرام وأنه ربا. قال حتى ما يقدر يرجعها للشركة، الشركة ما عندهم يعني كرقم، والشركة ربوية مديها في الخارج كذا، بس يقول لي انه ما يقدر انه يرجعها لهم. فالآن ايش يفعل هو لكي يبرر ذمته؟ هل يرجع المية ولا يتصدق بها يرجعها لصاحبه ويناصحه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، هذه صورة قمار. المراهنات لكرة القدم قمار، وعليه ان يرد المال لصاحبه وان يسأله توبة نصوحا إلى الله عز وجل. هذا قمار. روى أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في 3: خف أو نصل أو حافر. ويلحق بهما كما ذكر الخطابي في معالم السنن وابن القيم في الفروسية ما يعين على الجهاد، وما يكون من حفظ القرآن والعلم، تكون عليه مثل هالمسابقات، ويكون عليها الجوائز، تحفيظ القرآن أو حفظ المتون العلمية أو ما شابه ذلك. أما في مراهنات كرة القدم، من سيفوز؟ الفريق الفلاني أو الفريق الفلاني. وإذا فاز الفريق الفلاني يعطيه من راهنه مبلغا وقدره، هذا قمار. إذا كان من طرف ثالث فيعتبر عوض محرم، لأنه عوض على ما لم يجوزه الشارع، لأنه قد حصرها في هذه الثلاث: خف أو نصل أو حافر. خف أو نصل أو حافر يعني السهام، والخف مسابقة الإبل، والحافر مسابقة الخيل. وتكون صورتها أن يتسابق الاثنان على خيلهما، وليس أن يذهب إلى مسابقات الخيل فيراهن على الخيل باشق، أو على الخيل ميسوم، أو على الخيل ماهر، أو إلى ذلك. لا، هما كلاهما يتسابقان، كل على خيله أو كل على إبله، أو يتبارزان إلى غير ذلك في مثل هذه الأشياء. أما صورة كرة القدم وغيرها، هذه كلها قمار محرم، ما شاء الله سلام. وهذا إجماع أهل العلم، واختارته اللجنة الدائمة، وقال به شيخان بن باز بن عثيمين وأهل العلم رحمة الله على الجميع، صلى الله عليه وسلم. فهنا الآن يرجع لصاحبه مع التوبة النصوح إلى الله عز وجل.